بسم الله الرحمن الرحيم أيها الإخوة، على بركة الله ينطلق شوطنا التاسع، والشوط التاسع خصص للجعدان، ونتمنى إن شاء الله التوفيق والناموس لجميع الأخوة المشاركين في هذا الشوط وفي الأشواط المتبقية. نسير معاك ومع صوغان اللي استفتح إذاعتنا بالحقيقة في اندفاعته المميزة، ومطر بن سعيد بن عبيد الحميري النقلة هنا على شاهين لحمد بن علي العويسي في ثاني المراكز. انتقل وياكم إلى المركز الثالث صوغان، خلف بن مطر بن علوان، بينما المركز الرابع هناك الفيل وسالم بن مخيت الاجتبي. هاي النتيجة للأربعة المراكز التي خصصت من قبل اللجنة. وما شاء الله يا صوغان 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 مسيطر على المركز الأول، سيطرة جميلة حتى هذه اللحظة، سيطرة حساسة. ومطر بن سعيد بن عبيد الحميري اللي يبغي يوصل السلامات لأهل الخوانيج، وأقول أسعد الله صباحكم. انتقل إلى فيل في المركز الثاني، وسالم بن بخيت الاجتبي النقلة على المركز الثالث، اللي في المركز الثالث زعفران، ومحمد بن سعيد بن حزيمة النقلة على المركز الرابع. الرابع الرابع هناك الذهب راشد بن خليفة بن قحيت. ها هي النتيجة، ها هي النتيجة. ما شاء الله يا صوغان مسيطر على المركز الأول، صامد على مقدمة الشوط، إنما الملاحقة هنا من المركز الثاني. المركز الثاني، المركز الثاني اللي هو الذهب، وبيرتفع سعر الذهب اليوم هنا بأرضية هذا الميدان. راشد بن خليفة بن قحيت النقل على المركز الثالث، اللي في المركز الثالث الفيل سالم بن مخيت الاشتبي النقل على المركز الرابع اللي هو زعفران ومحمد بن سعيد بن حزيم. ها هي النتيجة أيها الإخوة، ها هي النتيجة. صغان مسيطر، الذهب يحاول تسلل من الجانب الثاني. يا سلام يا سلام يا سلام، هوف شوفوا التسلل أيها الإخوة المميز المسموح في هذا العالم الجميل. تهانينا للمرة الرابعة بقول لراشد بن خليفة بن قحيت بمناسبة فوزه بالمركب، بمناسبة فوزه اجنب الحقيقة بالمركز اللي وهاي لحظة صورة خط النهاية معنا للفوز والناموس. المركز الثاني صوغان، مطر بن سعيد بن عبيد الحميري المركز الثالث، الفيل سالم بن بخيت الشبيل المركز الرابع لعبد الله بن مطر بن رفيعة. ها هي النتيجة أيها الإخوة للمراكز، دعناها عليكم بالتمام. والتوقيت الزمن الجديد 18 ثانية و98 جذب الثانية. تهانينا والناموس بالحقيقة راشد بن محمد بن قحيت بمناسبة فوز الذهب بالمركز الأول.